فرحة جديدة في تعز حبا وشغفا وبهجة بثورة 26 سبتمبر بذكراها 62 من قبل الشباب الذين غنوا وابتهجوا بهذه الذكرى الغالية على قلوبهم. رسائل للميليشيات ولأي كائن كان أن 26 سبتمبر ليس يوما عاديا، بل هو يوم من أيام الله تتذكره الأجيال تلو الأجيال، من أجل وليس قصصا فقط تروى لينام الأطفال بل ليستيقظ الرجال. لن تتوقف الفعاليات المختلفة كون ثورة 26 سبتمبر ملهمة وصانعة هذا الجيل الذي تشرب الحرية ويطمح للمزيد من التعليم وتوفير الخدمات وصنع مستقبل جميل، ويبغض الكهنوت والعودة إلى عهود الظلام. تجديدا للعهد السبتمبري، وقد عرفنا حجم الظلم في الإمامة لأجدادنا بما يفعله الانقلاب حاليا. تجديدا للعهد، إحياء للثورة، تحتفل تعز، تبتسم تعز وكل الجمهورية. أجمل خبر هذا اليوم أن حضرموت احتفت والمهر احتفت ولحج احتفت ومأرب تحتفي. سلام على بقية المحافظات وعلى الشعب اليمني الحر. تعز مدينة تحمل قضية، لذا قررت ألا تنام وستواصل الليل بالنهار فرحا وإرسالا لرسالتها القوية أنها سائرة بطريق استعادة الجمهورية كخط إجباري لا رجعة عنه. محمد يوسف لقناة سهيل، تعز.